باش نقدر ننصحك الا كرييتي كونت ديالك فريد بابل وبغيتي تستقبلي الفلوس باي بال من الاحسن ديري الدوفيز يونايتد ستيتس دولارز اللي هي يو اس دي علاش لان ملي كديريها كيعطيوك دو ديال بايمون فين يقدروا يخلصوك سوا باي بال او لا في البنك اكاونت باش اون سي ماشي نارس دولك باي بال ولا شي حاجه تلقاي لالتيرناتيف الثانيه هي انك تدخلي كونت بنكير ديالك وتخلصي باش ما تبقايش واحله بحال هكاك ديك الساعه كتكوشي باي بال وكديري كونيكسيون باي بال وصافي كيدخلك كي باي بال ديالك باش الصالير في 15 في الشهر كيدوزك ديريكتومون في باي بال